أهلا ومرحبا بكم في الوحدة العاشرة والأخيرة بدورتنا التدريبية حول خطة الاستجابة للطوارئ، وسنلقي نظرة في هذه الوحدة على خطة الطوارئ للجهات المعنية المختلفة في حال وقوع حادث عرضي جوي أو اضطراب في جدول المواعيد. لعلكم تذكرون أننا قد تحدثنا عن الحوادث العرضية الجوية واضطرابات جدول المواعيد وما لها من تأثير كارثي أقل بكثير من حيث الأضرار التي تصيب الأرواح والممتلكات، ومع ذلك فإن الحوادث العرضية واضطرابات جدول المواعيد تعد أكثر شيوعا بكثير. هل لك أن تخبرنا عن السبب الكامن وراء ضرورة الشروع في خطة الاستجابة للطوارئ في حال وجود حوادث عرضية يا بروفيسور؟ من الضروري أن يكون هناك خطة استجابة موجودة، لأن أي حوادث عرضية للطائرات هي بمثابة مؤشر على وجود خطأ، ومن ثم تكون هناك حاجة للإبلاغ عن هذا الخطأ للتأكد من معالجة السبب وراء هذا الخطأ وعدم تكراره. تتسبب اضطرابات جداول المواعيد كما نعلم جميعا في حدوث خسائر لجميع الجهات المعنية. تكون هناك حاجة إلى إبلاغ ركاب الرحلات الجوية اللاحقة وتحديد مواعيد جديدة لهم إذا لزم الأمر. وفي الوقت نفسه يتعين على الجهات المعنية ضمان عودة العمليات إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن لتجنب إزعاج الركاب. لنلقي نظرة أولا على الإجراءات التي يتبعها كل جهة من الجهات المعنية في حال وقوع حادث عرضي. لندرك أولا ما هو الحادث العرضي الجوي. يتعلق الحادث العرضي الجوي بالطائرة أثناء وجودها في الجو، ومن أمثلة الحوادث العرضية الجوية تعطل أحد المحركات أو وجود مشكلة في الإمداد الهيدروليكي للطائرة أو وجود نوع من الخلل في الكهرباء أو تجاوز أو انزلاق المدرج وما إلى ذلك. وقد لا تتأثر الرحلة بهذه الحوادث حيث أن جميع الطائرات لديها أنظمة احتياطية وآمنة، ومع ذلك يتم اتخاذ الإجراءات حيال تلك الحوادث للتعامل معها. أول شيء تفعله شركة الخطوط الجوية عندما تتلقى أخبار عن وقوع أي حادث عرضي هو التحقق من هذه الأخبار، وبمجرد أن يتم التحقق منها يتم تفعيل عملية الإخطار. يجب إخطار إدارة شركة الخطوط الجوية حتى يتسنى لها اتخاذ الخطوات اللازمة لمعرفة سبب الحادث وتصحيحه، كما يجب إخطار الجهات التنظيمية حيث أنها بمثابة حماة المعرفة المشتركة في هذه الصناعة، وقد يساعدهم ذلك على ربط مشكلة مع بعض الحوادث الأخرى ومن ثم المساعدة في منع وقوع حوادث محتملة. العلاقات العامة، ويجب أيضا إخطار العلاقات العامة في حال وجود مشكلة خلال الرحلة يعلمها الركاب، حيث يجب على شركة الخطوط الجوية اختيار إدارة العلاقات العامة بحيث يتم الإدلاء بالبيان الصحيح إلى وسائل الإعلام، وأخيرا يتم اختيار الجهات الحكومية إذا لزم الأمر. إن الخطوط التالية التي تتخذها شركة الخطوط الجوية هي التحقيق في سبب الحادث العرضي، وتتمثل الخطوة الأخيرة في إصدار بيان صحفي يسرد وقائع الحادث ويطمئن الناس أن الوضع تحت السيطرة وأن التحقيقات جارية. لننتقل إلى دور مقدم الخدمات الأرضية في حال وقوع حادث عرضي. هل يمكن أن تنتقل بنا إلى الحوادث العرضية الأرضية يا بروفيسور؟ بالطبع يا بروفيسور، هناك نوعين من أمثلة الحوادث العرضية الأرضية. النوع الأول ينطوي على الطائرات الموجودة على الأرض، والنوع الآخر ينطوي على الخدمات الأرضية وليس بالضرورة الطائرة. بالنسبة للحوادث العرضية المتعلقة بالطائرات، قد تتضرر الطائرة بواسطة إحدى المركبات أو تسرب الوقود أثناء التزود بالوقود أو حدوث مشكلة أثناء تفريغ النفايات وما إلى ذلك. من أمثلة الحوادث العرضية الأرضية التي لا تنطوي على الطائرات وقوع حادث بين سيارتين أو تصادم سيارة بجسر جوي أو الشحن غير المناسب الذي يتسبب في تلف البضائع أو تسرب البضائع الخطرة أثناء الشحن أو التفريغ وما إلى ذلك. تبدأ خطة الاستجابة للطوارئ الخاصة بمقدم الخدمة الأرضية بالتحقق من وقوع الحادث العرضي، ومجرد التحقق من الحادث العرضي يجب على مقدم الخدمة الأرضية أن يخطر كل من إدارة شركة الخطوط الجوية والجهات التنظيمية والجهات الحكومية إذا لزم الأمر. إذا تسبب الحادث العرضي في إلحاق الضرر بالطائرة، يجب على شركة الخطوط الجوية أن تبادر بتفعيل خطتها وللتحقق من صلاحية الطائرة للطيران وتحديد مواعيد زمنية جديدة للركاب. يجب أن يبدأ مقدم الخدمة الأرضية التحقيق لمعرفة سبب الخطأ واتخاذ خطوات لتفادي حدوثه مرة أخرى. في حال وقوع حادث مطار عرضي مثل انزلاق طائرة خارج المدرج أو وجود خلل بالمعدات أو انقطاع التيار الكهربائي أو غيرها، يجب أن يتحقق المطار أولا من الحادث العرضي. يبدأ المطار بعد ذلك عملية إخطار وإبلاغ ما يلي: المشغل الجوي، الجهات التنظيمية، العلاقات العامة، والجهات الحكومية إذا لزم الأمر. يبدأ المطار بعد ذلك التحقيق في سبب الحادث العرضي وإصدار بيان صحفي بخصوص ذلك. متى تكون هناك حاجة إلى إبلاغ الجهات الحكومية في حال وقوع حادث عرضي؟
ما نحتاج إلى الإلمام به هو أن النتائج المترتبة على حالة الطوارئ هي التي تحدد ما إذا كانت الحالة تصنف كحادثا عرضي أم حادثة. إذا انزلقت الطائرة خارج المدرج ولكن دون تعرض الأرواح أو الممتلكات للضرر، فهذه الحالة تصنف كحادثا عرضي. ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى استدعاء الجهات الحكومية مثل إدارة الإطفاء والخدمات الطبية لإجلاء وإنقاذ الركاب. نشكرك بروفيسور على هذه النظرة الثاقبة. لنلقي نظرة الآن على استجابة الجهات المعنية في حال وجود اضطرابات في جدول المواعيد. لنبدأ بشركة الخطوط الجوية. في حال وجود اضطرابات في جدول المواعيد، فإن المسؤولية الرئيسية لبدء الاستجابة للطوارئ تقع على عاتق مركز مراقبة العمليات. وبما أن مركز مراقبة العمليات هو المسؤول عن تنفيذ الجدول الزمنية وإعداد موارد النظام على أساس يومي، فيكون هو الجهة المسؤولة في حال وجود أي اضطرابات بشأن ذلك. تتمثل الخطوة الأولى كما هو الحال مع الحالات الأخرى لمراقبة العمليات في التحقق من وجود اضطراب بالفعل في جدول المواعيد، وبمجرد أن يتم التحقق من ذلك يبدأ مركز مراقبة العمليات في تنفيذ عمليات الإخطار. يجب على المركز أن يخطر ما يلي: جميع المحطات التي تتأثر بالاضطراب في جدول المواعيد، جميع شركاء المشاركة الرمزية الذين يوجد ركابهم على الرحلات المتضررة، إبلاغ إدارة شركة الخطوط الجوية، الاتصال بمركز الحجز حيث يتعين عليهم تزويد الركاب بالمعلومات وإعادة جدولة سفرهم إذا لزم الأمر، الاتصال بمركز صيانة شركة الخطوط الجوية نظرا لأن جدول نوبات العمل الخاص بهم سيتأثر بذلك، الاتصال بمقدم الخدمات الأرضية في المحطة المتضررة لأن أنهم سيحتاجون أيضا إلى إعادة جدولة المواعيد الخاصة بأفرادهم ومواردهم. لننتقل إلى خطة الاستجابة للطوارئ التي يستخدمها مقدم الخدمة الأرضية في حالة حدوث اضطرابات جدول المواعيد. نؤكد مرة أخرى على أن مركز مراقبة العمليات يكون هو المسؤول عن نشر إجراءات الطوارئ. أول ما يتم القيام به هو التحقق من اضطراب جدول المواعيد في الخدمات الأرضية، والذي قد يحدث نتيجة لمجموعة متنوعة من الأسباب. وبمجرد أن يتم التحقق من ذلك يبدأ مقدم الخدمة الأرضية في تنفيذ عملية الإخطار. يقوم مركز المراقبة بإبلاغ الإدارة عن المشكلة وعن الاضطراب في جدول المواعيد. نظرا أن مقدمي الخدمات الأرضية يقدمون الخدمة لعدة مشغلين جويين، يجب عليهم إبلاغ كل مشغل منهم عن حقيقة أن رحلاتهم من المرجح أن تتأخر. يجب إبلاغ سلطات المطار، حيث يجب أن يكون برج مراقبة الملاحة الجوية على علم بالتأخير، ومن ثم يشرع في اتخاذ إجراءات للتعامل مع التغيرات لرحلات الوصول والمغادرة. وأخيرا يجب على مقدم الخدمة الأرضية تفعيل خطة تصويب جدول المواعيد لضمان عودة العمليات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن. لنلقي نظرة الآن على خطة الاستجابة للطوارئ في المطار. إذا كان هناك اضطراب في جدول المواعيد سواء بسبب المشغل الجوي أو تأخير الخدمة الأرضية أو عوامل أخرى في المطار، يجب على سلطات المطار التحقق أولا من وجود الاضطراب. بمجرد تأكيد وجود اضطرابات في جدول المواعيد، يجب على المطار باعتباره النقطة المحورية للقادمين والمغادرين أن ينسق مع مختلف الجهات المعنية لضمان سير العمل على نحو سلس في المطار. ويجب على المطار أن ينسق مع شركات الخطوط الجوية ويحصل على تحديثات بشأن الرحلات الجوية لضمان عدم تأثر جداول المواعيد لشركات الخطوط الجوية الأخرى بشكل سلبي. تنسق سلطات المطار مع برج مراقبة الملاحة الجوية للتعامل مع الاضطرابات، ويحتاج برج مراقبة الملاحة الجوية أيضا إلى ضمان استيعاب الرحلات الجوية المتأخرة بطريقة لا تؤثر على جداول المواعيد للرحلات الأخرى بشكل مادي. وأخيرا يجب على سلطات المطار أيضا التنسيق مع مقدم الخدمة الأرضية لضمان أن يكونوا في الإطار وأن يعملوا من أجل عودة العمليات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن. لنلقي نظرة على الحدث الذي سبب اضطرابا في جداول المواعيد للرحلات الجوية عام 2010، وهذا الحدث هو اندلاع بركان في أيسلندا، والذي ترك سحابة من الرماد البركاني فوق معظم أنحاء أوروبا الشمالية عام 2010، وقد تم إغلاق معظم المجال الجوي الأوروبي أمام الملاحة الجوية لمدة 8 أيام. كان لهذه الواقعة أثرها في إلغاء 100,000 رحلة جوية تقريبا، ليس في أوروبا فقط، ولكن تطرق الأمر إلى إلغاء رحلات عبر الأطلسي في جميع أنحاء العالم، وقد تقطعت السبل بملايين الركاب الذين اضطروا لإلغاء سفرهم أو العثور على وسائل النقل بديلة. لنلقي نظرة على ما كان يشغل بال الجهات المعنية بالطيران آنذاك، وكيف ساعدتهم خطتهم للاستجابة للطوارئ على تصويب المواعيد. وكانت رحلات الخطوط الجوية التي غادرت من أوروبا أو التي توقفت في أوروبا قد ألغيت، وكان يتعين على المشغلين الجويين إبلاغ العدد المتزايد من الركاب بحالة رحلاتهم مع وجود معلومات واضحة عن الموعد الذي يمكنهم استئناف العمليات خلاله.
يتعين على شركات الخطوط الجوية القيام بما يلي: رد قيمة الحجوزات لأولئك الذين اضطروا إلى الإلغاء، إعادة جدولة المواعيد وإيجاد مقاعد للركاب في الرحلات الجوية الأخرى، وبحلول ذلك الوقت الذي يتم استئناف العمليات خلاله يجب أن يكون لديهم بالفعل الحمل الطبيعي من حركة الملاحة الجوية للتعامل معه. يوجد لدى مقدمي الخدمات الأرضية أفراد تم نشرهم وفقا للمواعيد الخاصة بهم، وعندما استئنفت العمليات كان عليهم التعامل مع العمليات العادية فضلا عن جدول المواعيد الجديد للرحلات الجوية الذي كان يجب أن يتم تفعيله لتغطية العدد المتراكم من الركاب العالقين والأمتع. في حين أن جميع عمليات شركات الخطوط الجوية متوقفة تماما، فإن المطارات لا تزال بحاجة إلى التعامل مع تحويل حركة الملاحة، وكان يجب على المطارات الموجودة في الأجزاء الجنوبية من أوروبا التي لم تتأثر بالرماد أن تستعد للتعامل مع الرحلات الجوية الإضافية، وبمجرد بدء العمليات يجب أن تضمن أبراج مراقبة الملاحة الجوية في هذه المطارات سير مواعيد الرحلات الجوية في أقرب وقت ممكن. تلعب الجهات التنظيمية دورا في ذلك أيضا، حيث أن القرار الذي صدر بشأن الخطورة الشديدة للطيران في هذه الظروف قد اتخذته الجهات التنظيمية، ولم تقتصر نتائج هذا القرار على تقطع السبل بعدد 5 مليون مسافر في جميع أنحاء العالم، بل انطوى الأمر على خسائر فادحة. بالإضافة إلى ذلك حدثت مشكلات تشغيلية بشأن انتهاء صلاحية بعض التأشيرات وتقطع السبل بالركاب في بلدان لم يكن لديهم تأشير الدخول إليها، وبمجرد فتح المجال الجوي فإن الأمر الذي لا يزال يستغرق وقتا أمام صناعة الطيران لكي تعود العمليات إلى وضعها الطبيعي. كان هذا بالطبع موقف نادر الحدوث وبالغ الصعوبة، ومع ذلك لا أحد ينكر حقيقة أن جداول المواعيد غالبا ما تتعرض للاضطراب بسبب الأحوال الجوية والأعطال الميكانيكية والمسائل العمالية والأمور المتعلقة بالركاب أحيانا، ومن ثم يجب تزويد صناعة الطيران بخطة استجابة للتأكد من احتواء أي تأخير في أي رحلة والتعامل معه بحيث لا ينجم عنه سلسلة من التأخيرات. وفي بعض الأحيان يكون مفعول التداعي أمر لا مفر منه كما في حالة سوء الأحوال الجوية، وفي هذه الحالة يجب أن تضمن الصناعة أن تعود العمليات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن. خلاصة القول إن صناعة الطيران تتبع أعلى معايير السلامة وتمتلك واحدة من أفضل معايير السلامة في العالم، غير أن هذه الصناعة تدرك أن البشر يخطئون ولديها خطط مفصلة موجودة بالفعل في حال وجود أي إخفاق في نظام السلامة. هذا هو ما نطلق عليه خطة الاستجابة للطوارئ. توفر هذه الخطة الإطار والمبادئ التوجيهية المكتوبة للجهات المعنية من أجل التعامل مع أي حالة طارئة، ولا شك أن هذا يعد أمر مهما للحد من الأخطاء في التعامل مع تلك الحالات وتفادي خروجها عن السيطرة واستعادة الوضع الطبيعي في أقل وقت ممكن. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية دورة أوريون التعليمية، حيث ألقينا نظرة عامة على خطة الاستجابة للطوارئ الخاصة بالجهات المعنية بالطيران. لقد رأينا استجابة مختلف الجهات المعنية في حالات الحوادث والحوادث العرضية واضطرابات جدول المواعيد والمواقف الإرهابية مثل التهديد بوجود قنبلة واختطاف الطائرة. نأمل أن تكون هذه الدورة قد منحتكم فهما أوضح لدور ومسؤولية كل الجهات المعنية في حالات الطوارئ. شكرا لكم.